السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من البدائل القوية جدا لعمل تعديل على ملف البي دي اف الموقع دوت، هتلاقي رابط أسفل الفيديو، تقدر تعمل أبلود لأي ملف بي دي اف عندك وتقدر تعدل فيه بدل ما تشتري برنامج أو تسطب برنامج. وطبعا تسطيب البرامج كتير ده بيعمل مشاكل، فاحنا ممكن نشوف مثلا أي كتاب هنا وليكن مثلا كتاب شوف مساحة صغيرة بس عشان مياخدش وقت. ده مثلا تمام، ده أحد الأبحاث، سهل جدا إن أنت تيجي هنا وتعدل فيه. طبعا مش هنعدل في البحث يعني، بس بندي كمثال يعني إن أنت تقدر تعدل تكست، تقدر تعدل صورة، تقدر تغير الفونتات. كأنك يعني سطبت برنامج من برامج التعديل، تقدر تيجي هنا تعدل فيه زي ما أنت عايز. فالخدمات اللي هي اونلاين ده طبعا جربته ولقيته مستوى كويس، يعني في برامج كتير على النت بس اغلبها بيبقى فيه مشاكل. هتقول له ابلاي كيب، بعد كده هتقول له انا عايز اعمل داونلود الملف دوت. بيقول لك عايز سيف على الدروب بوكس، ولا عايز سيف على جوجل درايف، ولا عايز تعمله داونلود، ولا عايز تشيره على الشبكة الاجتماعية، ولا لا انا عايز اعمل دول. طبعا في خدمات تانية ان انت تقدر تعمل مثلا ميرج بين ملفين، مثلا تقدر تقسم الملف ده لاكتر من ملف، تقدر تعمل ايديت، تقدر تغير زي ما انت عايز. يعني في خدمات كتيرة جدا، كل ده مجاني.